في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني يطمح برشلونة المتصدر وحامل اللقب لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على فالنسيا على ملعب مستايا. يتطلع انتر ميلان لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي عندما يستضيف منافسه جنوى على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة 15. تصدر ويسترن سيدني ترتيب الدوري الأسترالي بعدما حقق فوزه السادس على التوالي، وجاء على حساب ضيفه بريسبن راور بهدفين لهدف.